حياكم الله مشاهدينا الكرام، وشكرنا لمحمد التميمي على هذا التقرير. إذا انقضت الساعة الأولى من صباح كربلاء، وكانت ما شاء الله ساعة حافلة بالأخبار والمعلومات القيمة. نسأل الله تعالى قد وفقنا في نقل هذه المعلومة لكم جميعا. على رأس الساعة الثانية أكيد هذا الوقت يجمعنا مع زملائنا في نشرة أخبار الطقس، حتى نتعرف على أخبار درجات الحرارة في كربلاء المقدسة وعموم محافظات عراقنا الحبيب، وكذلك بعض الدول المجاورة. وما شاء الله ألف الحمد لله والشكر، الجو مثل ما نقول كسر، وشوية دير بالكم لأن هذا الجو ترى يمرض، يعني انتقاله من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، شوية تغيير جو يكون هذا يسبب الزكام. كرار، أسعد الله صباحك بالخير والعافية إن شاء الله. ومثل ما نقول بالعامية، شكو ماكو أخبار الطقس. تحية طيبة، أسعد الله صباحك زميلتي أسراء. تحية طيبة، أسعد الله صباحك زميلتي ليلى. أجواء خريفية جميلة، طقس معتدل مائل إلى البرودة خلال فترات المساء، وانخفاض مستمر. نعم، وهذا الشيء نريده احنا، الانخفاض المستمر. وان شاء الله هاي فرصة هذا حتى إسراء، يعني اللي يحب انه يروح محافظة أخرى هسه زيارة المراقد المقدسة، يعني يشجعين على السفر أي شوي، حتى واحد يغير جو قبل ما تبدي قبل ما تبدي الدراسي. معركة المدارس. بلي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق يا رب، كل التوفيق لجميع الطلبة، لجميع الكوادر التدريسية التعليمية، مقبلين على سنة إن شاء الله سنة حضورية بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله نترك لكم الحديث وحتى تزودونا وزودوا المشاهدين بمعلومات عن أخبار الطقس، كل تفاصيل النشرة الجوية أكيد بعد قليل. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم بكل خير، في صباح جديد مع نشرة الأنواع الجوية ضمن برنامج صباح كربلاء. والبداية مع تصريح رسمي من قبل الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم الثلاثاء الموافق 27 من أيلول، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو، درجة الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيتراوح من 8 إلى 10 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية الطقس صحو، درجة الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 8 إلى 10 كيلومتر. أما المنطقة الجنوبية الطقس صحو، درجة الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيتراوح من 8 إلى 10 كيلومتر. بينما درجات الحرارة في العراق ستكون كالآتي. كالعادة نبدأ أولا من العاصمة بغداد، سجل الصغرى لهذا اليوم 20 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 37 درجة، والطقس مشمس في العاصمة بغداد. البصرة، سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 42 درجة، والطقس مشمس في البصرة. أربيل، سجل الصغرى لهذا اليوم 18 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 35 درجة، والطقس مشمس في أربيل. كربلاء المقدسة، سجل الصغرى لهذا اليوم 23 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 37 درجة، والطقس مشمس في كربلاء. ذي قار، سجل الصغرى لهذا اليوم 23 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 40 درجة، والطقس مشمس في ذي قار. السليمانية، سجل الصغرى لهذا اليوم 21 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 33 درجة، والطقس مشمس في السليمانية. بابل، سجل الصغرى لهذا اليوم 21 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 36 درجة، والطقس مشمس في بابل لهذا اليوم. ميسان، سجل الصغرى لهذا اليوم 23 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 41 درجة، والطقس مشمس في ميسان.
إدهوك سجل الصغرى لهذا اليوم 18 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 34 درجة، والطقس مشمس في إدهوك لهذا اليوم. الأنبار سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 36 درجة، والطقس مشمس في الأنبار لهذا اليوم. النجف الأشرف سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 39 درجة، والطقس مشمس في النجف الأشرف. الديوانية سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 40 درجة، والطقس مشمس في الديوانية. الموصل سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 37 درجة، والطقس مشمس في الموصل. أديالا سجل الصغرى لهذا اليوم 19 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 37 درجة، والطقس مشمس في ديالا لهذا اليوم. واسط سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 38 درجة، والطقس مشمس في واسط. صلاح الدين سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 37 درجة، والطقس مشمس في صلاح الدين لهذا اليوم. المثنى سجل الصغرى لهذا اليوم 23 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 40 درجة، والطقس مشمس في المثنى لهذا اليوم. استمرار الأجواء الخريفية واستقرار في حالة الطقس، بينما درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال طوال هذا الأسبوع، مع استقرار للرياح الشمالية الغربية تكون مصحوبة بنشاط ملحوظ هذه الرياح في مدن الجنوب ومدن الفرات الأوسط، وتكون مصحوبة بنسمات من الهواء البارد. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من المدن المقدسة وعواصم الدول المجاورة. مشهد المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 14 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة، والطقس مشمس في مشهد. المدينة المنورة سجل الصغرى لهذا اليوم 27 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 39 درجة، والطقس مشمس أيضا في المدينة المنورة. الكويت العاصمة سجل الصغرى لهذا اليوم 25 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 39 درجة، والطقس مشمس في الكويت العاصمة. دمشق السورية سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 34 درجة، والطقس مشمس في دمشق السورية. عمان الأردنية سجل الصغرى لهذا اليوم 20 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة، والطقس مشمس في عمان الأردنية. اسطنبول التركية سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 25 درجة، والطقس غائم جزئي في اسطنبول التركية. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من عواصم الدول العالمية. نبدأ أولا من عاصمة الضباب لندن، سجل الصغرى لهذا اليوم 8 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 15 درجة، والطقس غائم ممطر في عاصمة الضباب لندن. برلين الألمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 8 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 14 درجة، والطقس غائم ممطر في برلين. ستوكهولم سجل الصغرى لهذا اليوم 11 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 15 درجة، والطقس غائم جزئي مائل إلى الأمطار في بعض الأحيان في ستوكهولم. كوبنهاجن سجل الصغرى لهذا اليوم 11 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة، والطقس ممطر في كوبنهاجن. باريس الفرنسية سجل الصغرى لهذا اليوم 11 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 15 درجة، والطقس ممطر في باريس الفرنسي. هذا كله ما رصدناه عن حالة الطقس في البلاد وبعض من
عواصم الدول المجاورة والمدن الدينية وعواصم الدول العالمية. ألتقيكم دائما بعد 10 صباحا على المحبة والود. هذه عودة مرة أخرى إلى ليلى وإسراء لإكمال ما تبقى من فقرات برنامج صباح كربلاء.